يوم هادي من أيام سنة 1956 في بحري، وقف الحاج حامد وقال لنفسه: إسكندرية مشهورة بالسمك صحيح، بس ليه ما تتشهرش باللحمة كمان؟ وبيبدأ المشوار بالجزارة، واللي بتكبر على إيد ابنه محمد حامد، وبتتحول لجزارة ومشويات. والطابور القصير بقى طوابير، وريحة البحر مع ريحة المشويات في الشارع عاملة ميكس ما يتوصفش. والناس بقت تيجي من بره اسكندرية تنزل البحر، تزور القلعة، تتفسح في المنتزه، وتاكل حواوشي من عند محمد حامد. عظيم. محمد حامد اسم له تاريخ.